لي بقى اللي فات ايه تمام الخاص بشركه طارق اسماعيل تمام. والمفاجاه الجديده بتاعتنا ايه؟ طيب اولا طارق بيه، احنا الحمد لله عملنا اكوا بي 1 و2 و3 و4 ودول اتباعوا بالكامل ما شاء الله. الكلام بتاعنا شغلنا فين؟ في الساحل الشمالي في الكيلو 77. كويس. احنا على وجهه الطريق مباشره، انا مش جوه، لا احنا على وجهه الطريق مباشره، ليك شاطئ خاص ملتزمين بيه. القريه بتاعتنا على 10 فدان، فيها 7 حمامات سباحه، في 2 حمام سباحه مغطى للسيدات، فيها مول كبير، فيها المفاجاه بتاعتنا الوحدات الفندقيه اللي احنا بنبيعها. تمام. اي صاحب قريه طاربي ما بيبيعش وحدات فندقيه، طب بيبيع ايه؟ بيبيع شاليهات. صح. تلاقي كله بيعرض الشاليهات. صح. طب ليه ما حدش بيستفاد من الوحدات الفندقيه؟ والله حضرتك الوحدات الفندقيه هي الفرخه اللي بتبيض ده. صح. لصاحب القريه، فعمره ما هيبيعها. صح. ازاي بقى بالمنطق كده؟ حضرتك طاربي طلع حضرتك انت والمدام تقضي اجازتك، واتعرض عليك في شاليه، اتعرض عليك في وحده فندقيه. هتروح بالمدام شاليه ولا واحده فندقيه؟ واحده فندقيه. ليه بقى؟ خدمات الوحدات الفندقيه كلها موجوده، المدام انت واخد اجازه مش طالع عشان تطبخ وهي بالظبط كده وعشان تستفيد بميزه من مميزات الوحدات الفندقيه هتدفع ثمنها. صح. تمام؟ لا انا بديك الوحده الفندقيه وبقول لك انت مالك واحده فندقيه بحصه في الارض في الكيلو 77، كيلو 77 ده مميز جدا، احنا بينا وبين العالمين 10 دقايق. النهارده طاير بيه الدوله لسه ما مخصصه ارض، تمام؟ لوزاره الطيران تتعامل مطار في راس الحكمه. المطار ده لما يتعمل هيبقى المكان هناك عامل ازاي؟ بوم طبعا. النهارده حضرتك القطر السريع هتبقى ساعه جوه مدينه العالمين. صح. اللي بينك وبينها 10 دقائق، طب الحاجات ديت لما بتحصل ده هي دلوقتي بوم. الساحل الشمالي وسط البلد. ده هي اصلا دلوقتي بوم، تخيل بقى لما الحاجات دي تتعمل، فانت بتاخد في وقت مش هتلاقي الاسعار دي تاني ومش هتلاقي الوضع اللي موجود ده تاني. صح. بالاضافه الحمد لله احنا التسليم بتاعنا خلال 4 سنين بس بتروح تلاقي وحدتك موجوده، احنا مش بنبني فلوس العميل دلوقتي. طبعا حضرتك انت مش بتروح تلاقي الارض فاضيه، لا ده الوحدات مبنيه وموجوده، فالنهارده انت رايح في مكان وحدتك موجود بس بسلمها لك بالفرش بالاجهزه بالتكييفات بكل شيء. فبدي نفسي 4 سنين اقصى مده، النهارده ما ينفعش بعد 4 سنين ويوم ما اسلمك، لا اقل من 4 سنين هتستلم. ليه؟ لو انا اخرت عليك يوم واحد لا انت مش محترم. صح. مكانك انت قلت كذا، هي دي مشكله كلمة. دي مشكله مطورين كتير، انت التاخيرات في التسليمات طار بيه. بس دي ميزه عندك. مشكله الاستثمار العقاري في مصر حاجتين. ايه هي؟ اي خلاف ما بين اي عامل وشركه، اول حاجه ان هو اشترى والارض فاضيه فالراجل ما بناش. دي اول حاجه. ليه ما بناش؟ لان هو بيبني بفلوس حضرتك، هو المفروض عاوز 1000 عميل جاله 100 عميل بس، طب ال 100 عميل هيعرف يبني؟ مش هيعرف يبني فبيقف. فدي اول مشكله بتحصل، ما عندوش سيوله يكمل. احنا الحمد لله بتيجي، لا احنا بانيين مش لسه هنبني ومخلصين البنيه، يبقى اول حاجه ايه؟ خلصت. طب تاني حاجه ان هو يجي يقول لك وعود بعد كده ما تلاقيهاش على ارض الواقع. لان الوعود ده قالها لك بينك وبينه في مكتب فمنفذهاش. طب النهارده الحمد لله احنا اول حاجه بانيين، تاني حاجه الوعود اللي انا بقولها لحضرتك ده على شاشه التلفزيون يعني كله شايف في برنامج معاك ورق كمان، فانا مش محتاج. ده انا عملنا حاجه جديده بقى لاول مره في مصر بالكامل، ورق الملكيه جوه العقد. عمرك شفت حضرتك ورق ملكيه للارض، ورق ملكيه الارض جوه التعاقد؟ لا بيقول لك انا هديه. هو المعروف ان انت بتتفرج عليه بس بتشوفه مره واحده وخلاص. لا ده جوه العقد. ليه جوه العقد؟ عشان بقول لك احنا ملتزمين وبقول لك الورق بتاع نسخه منه. مش نسخه ده يعني جوه العقد. طبعا ما العقد ده نسخه معاك. غير بقى كده بتاخد نسخه منها، بس انا حاططها لك جوه العقد ليه؟ عشان بقول لك احنا واثقين في ورقنا، احنا واثقين في الشغل بتاعنا، دي مش موجوده الحمد لله احنا عاملين كده.